السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة نقضيها معكم في هذه الحلقة من برنامج سيدتي. أحييكم مشاهدينا وأحيي زميلاتي في الرياض وجدة، مساء الخير جميعا. مساء الورد يا ميسا عليك وعلى مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي. نسعى دائما لتقديم كل ما هو مميز وجديد وغني. وقبل البدء خليني أمسي على زميلة جيهان. مساء الخير جيهان. مساء الخير خلود، وأهلا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعتنا على مدى ساعتين كاملتين من المواضيع المتجددة. قبل ما نتعرف على المواضيع اسمحوا لي أنتقل إلى الرياض وأمسي على خلود. مساء الخير خلود. مساء الخير جيهان، واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سيدتي. مواضيع متنوعه وكثيره تهمك سيدتي، فانا نتعرف عليها مع زميلتي ميساء. اليك يا ميساء. شكرا يا خلود. مشاهدينا، لكل من يريد التواصل معنا عبر البريد الالكتروني ادعوكم دائما لارسال ارائكم واقتراحاتكم على سيدتي @روتانا.net. البدايه دائما مشاهدينا مع ابرز العناوين. في سيدتي اليوم، ماذا يريدون السعوديون من عضوات مجلس الشورى؟ من جدة، هل تربية الفتاة في السعودية تحد من طموحها؟ من الرياض، نساء يهدرن أموال أزواجهن، فهل هي خطة لمنع الرجل من الارتباط بامرأة ثانية؟ مصيبة عاصي الحلاني تجتاح مدينة بيروت. من جدة، غزل المرأة لزوجها بين الجرأة والخجل. من الأردن، إضاءة على تجربة المرأة في الحياة البرلمانية. في فقرة الديكور، النباتات فوائد جمالية وصحية. أهلا بكم مشاهدينا. إذن نبدأ مع هذا الموضوع. تتعدد أساليب مغازلة المرأة لزوجها، إلا أن جانب التربية يدخل في الحسبان. مع جيهان التفاصيل والمزيد. إليك يا جيهان. شكرا ميسا. موضوعنا اليوم هو موضوع اجتماعي يلقي الضوء على غزل النساء، فتحتار الزوجة كيف تغازل زوجتها، أنا آسفة زوجها، فإذا بادرت وهي كمان بادرت بالغزل ممكن هو تلاقيه يعني يستاء من هذا ويعتبرها جرأة ووقاحة، ولكنها إذا كمان سكتت خجلا هو يبتدي بالتذمر ويمكن يدور على غيرها. إيش الحل مع الرجل؟ ماذا يريد؟ حنشوف في التقرير ونعود. مجتمع لآخر يختلف وقع كلمات الغزل الخارجة من الزوجات نحو الأزواج، فحين يسري اعتقاد لدى بعض الرجال الشرقيين أنه نوع من الجرأة والوقاحة أن يصدر من الزوجة، يراه البعض الآخر أنه أمر مطلوب ومهم يساهم في تلطيف العلاقة الزوجية. المرأة السعودية على سبيل المثال تقيدها ظروف اجتماعية تجعل السكوت والخجل من أساس تربيتها، وهي الظروف التي جعلتها تميل أكثر أن يكون الغزل لديها من صنيعة الزوج، بينما يرى مختصون بأنها تحاول التغلب على هذا الحرج من خلال الرسائل العاطفية المكتوبة أو بطريقة مباشرة بحدود قابلية الزوج. في مجتمعات أخرى كلبنان ومصر بدأ أن المرأة لديها مساحة أكبر للتعبير من خلال كلمات الحب والإطراء بسبب اختلاف العادات والتقاليد، وهو ما سهل أن تصبح بعض هذه العبارات متداولة بشكل كبير. ورغم حب بعض الأزواج لهذا النوع من الغزل، إلا أن هناك من يرى بأنهن يفشلن في ابتكار ما يكفي للإقناع، حيث يكون في كثير من الأحيان مجرد تمهيد لمطالب آتية بكلمات جميلة. سيدتي أجرت إحصائية عن أهم الأسباب التي تعوق المرأة في مغازلة زوجها، فكانت النتيجة أن 45% يشعرن بالخوف والإحباط من ردة فعل الزوج وخصوصا متقلب المزاج، و 35% يشعرن بالإحراج أو اتهامهن بالوقاحة أو الخبرة العاطفية، بينما 20% فقط لم يعودوا يقتنعوا بجدوى المغازلة وخصوصا بعد سنوات من الزواج.
عن هذا الموضوع اسمحوا لي أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد عاشور المدرب والمستشار الأسري. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ جيهان. دكتور إحنا كبرنا في مجتمع شرقي يؤمن تماما بهذا الاعتقاد بأنه الرجل أو الزوج هو المفروض اللي دائما يبادر بغزل زوجته. طيب إيش لو تغير الموضوع وهي بادرت إيش حيتغير؟ بالعكس هي الحياة الزوجية بنيت على الاشتراك. مفهوم الزواج مفهوم بناء منظمة، كل أفراد المنظمة يشتركوا في هذا البناء. المنظمة هذه هي الأغلى، هي الأرقى، هي الأدوم. صمام أمان هذه المنظمة الكلمات الراقية الجميلة المتبادلة ما بين الطرفين، كلما حضرت الشفافية وحضرت الكلمات الجميلة الراقية بين الطرفين كلما كان الاستمرار وكان ذلك العطاء المستمر بإذن الله تعالى. نعم. طب إيش اللي ممكن يخلي المرأة تتردد في مغازلة زوجها؟ نعم الحقيقة قد يقول عوامل مختلفة لا تتشابه فيها المترددات. نعم. يعني ممكن تلاقي قصة في مكان ما ترددت الزوجة بسبب الزوج إنه صار عنده نوع من ردة الفعل أو ظن أنها تتكلم كلاما جميلا بناء على مصلحة. أحيانا تكون لا مش بسبب الزوجة، أحيانا تتعلق بالزوجة نفسها أنه هي تربت في بيت وفي أسرة رأت إذا جاز تعبير البابا والماما لا يتبادلون الكلام الجميل، ما لقت أمها بتتكلم كلام كويس. هذه الموروثات الاجتماعية تناقلت وأصبحت موجودة لدى هذه الفتاة اللي أصبحت زوجة فيما بعد، فبالتالي الأسباب تتفاوت. يمكن الإعلام الآن بكل أشكال وألوانه عمل نوع من الانفتاح، يمكن عمل نقلة جيدة في جانب ويمكن عمل بعض السلبيات كذلك في جانب، وإن كانت السلبيات تتعلق فينا إحنا وطريقة تعاملنا معها. نعم. نعم دكتور كاميرا سيدتي كمان أخذت هذا السؤال وتوجهت به إلى السيدات، خلينا إحنا نشاهد سويا استطلاع الرأي ورأي السيدات. أيوة مع غزل النساء لأزواجهم عشان لازم يكون الغزل من الطرفين يعمل ترابط أكثر مودة أكثر، ما يكون من طرف واحد والتاني يكون ناقصه مثلا حنان ناقصه دلع. طبعا أكيد لأن الغزل يعني طبيعة المرأة يعني فيها أنوثة فيها غنج فيها كده، فحلو لها تغزل زوجها. طبعا أيوة أكيد ما قلني ليش لأنه أقدر أخذ اللي أبغاه بعدين. طبعا أيوة أنا معه عشان يعني اعمل يعني ملح للحياه هو حينبسط، فهمتي؟ يعني الرجال يحبوا يسمعوا كلام حلو. واحده بتتزوج تبغى عندها عاطفه وتبغى تعطي وتبغى تاخذ، فلازم حتعطي زوجها عشان هي تاخذ كمان. دكتور ايش رايك في اللي سمعته من اراء السيدات؟ يمكن أجمل شيء أنه المرأة تحب تعطي وتحب تأخذ، حياة مبنية على المشاركة. لفتة مهمة جدا أنه المرأة بطبيعتها عاطفية تحب أنها تسمع كلمات الحساسة والجميلة، هذه بطبيعتها. الرجل بالمناسبة بتركيبته يميل إلى أنه يعني يحب أن يعبر عن الحب بالمواقف بالمناسبة. أيوة بالأفعال. يعني مثلا لو المرأة لقت زوجها مسخن على سبيل المثال وبادرت سوت له كمادات مثلا مويه بارده على راسه، شربته حبه بنادول وما قالت له ولا كلمه كل الاسبوع. هذا الموقف عند الرجل يساوي مليون كلمه مثلا احبك ويا حياتي ويا ومن هذه هذه امراه يعني خلينا نقول حبه تغازل زوجها. هو باختصار هذا الرجال كان يشتغل يتكس على حمار، فيوم من الأيام هو راجع مفروض أنه يعني راجع بحماره وفلوسه معه، فدخلوا عليه قطاعين طرق وسرقوا الحمار وسرقوا الفلوس، فرجع البيت طرق الباب، هي متعودة أن يكون معه أغراض، فقول له سلامات يا أبو عبد الله وين الأغراض؟ قال له معلش انسرق الحمار، فحبت تغازله وتلطف عنه. فقالت له دخلتك علي بألف حمار، فهذا نوع من التعبير. طيب دكتور هناك من يعتقد أنه غزل المرأة لزوجها هي وقاحة وجرأة، كيف ممكن نلغي هذا الاعتقاد؟ خلينا نقول عند بعض الرجال اللي عندهم نوع من الشك يعتبر أنه غازلت المرأة
إذا هي تغطي على عيوب أو على خيانة أو على شيء. نعم عند شريحة خلينا ليست شريحة دكتور واسع. هذول يبغالهم هم يعني علاج نفسي صراحة. يعني بدل ما نوجه حديثنا للمرأة هي بتتكلم بطبيعتها، وإن كان خلينا نخاطب السيدة نقول لها اقرأي بدقة ما الذي يريح زوجك. نعم. هل هي الكلمات الجميلة، هل هي المواقف، ودندني دندني على الشيء الذي يريحه أكثر. نعم. لا تروحي إلى مربع الغضب زي ما ذكرت. بعض الناس تبحث عن مواقف، بعض الناس لا تبحث عن الكلمات. يعني في مثلا الرجل من الرجال بينه وبين مرته مشكلة، ما سبب المشكلة من المشاكل اللي وقفنا عليها، تقول يمر الأسبوع ما تعبر، ما نعم. تقول لي أحبك، ما تقول لي حين أنا أغرقها بأحبك ويا حياة، لكن هي ما تعبر ما ترد. هي تقول أنا ما أستطيع إلا عبر رسائل الجوال. أنا بصراحة تربيت في بيت لم أرى مطلقا أمي في حياتها، ومع ذلك إحنا نقول الحب التحبب والصبر والتصبر نعم. اللي هي تاءات التدريب والتعليم، أنه لابد من الترويض نعم. ولو قليلا، وهذا مبدأ مهم، قليل دائم خير من كثير منقطع نعم. لو المرأة تسمع زوجها كلمة في الأسبوع، كلمة نعم. واحدة في الأسبوع، أحسن من دندنة يومية ليست نابعة من القلب. صحيح نعم. دكتور إحنا طبعا في موقفنا هنا في سيدتي موقفنا محايد جدا سواء أنت أو أنا تمام. ودحين سمعنا حديث وأراء السيدات، خلينا كمان الآن نعم. نسمع أراء الرجال نتابع. مش المطلوب هو المغازلة بحد ذاتها، المطلوب هو الاهتمام، المطلوب أنه يشعر الزوج أنه زوجته بتهتم فيه، مهتمة بأموره، يعني تتقرب منه. لا ممكن يكون الغزل هو أحد الطرق يعني، بس مو شرط أنه هو الطريقة الوحيدة. أكيد طبعا أمر مطلوب، وده نوع من التراحم بين الأزواج، وده من صميم ديننا، والراجل بيحتاج لهذا النوع يعني من العاطفة زي ما الست بتحتاجه بالظبط. أكيد عشان ده شيء بيكون يعني موجود جوه البني آدم سواء الست أو الراجل، ده شيء بيكون غريزة جواه، فبدل ما أنا مثلا أخرج برا أطلع الشيء ده برا، لا أنا أطلعه جوا بيتي. أنا أعتقد أنه مطلوب طبعا، لأنه زي ما الزوجة بتغازل زوجها العكس صحيح، هي هو يغازله وهي تغازله، ويعني كده تستمر الحياة أفضل. أكيد مطلوبة طبعا، الزوجة بتحب أن زوجها يقول لها كلمة لطيفة يغازلها، وبالتالي الزوج برضو يحب الـ الـ الكلام الطيب من زوجته. أعتقد أن مواجهة الرجل تخرج دائما بنتيجة إيجابية، ولكن الحقيقة قد لا تكون كذلك. دكتور الكثير من غزل السيدات ممكن يكون يعني نابع من كونها طمعانة في مصلحة ما من الزوج، فهل هي يعني كذا بتفسد قيمة الغزل بهذه الأساليب؟ خلينا نقول من الطبيعي جدا أنه ما يكون في مصلحة أنه المرأة تسبق طلب المصلحة بكلمات، على شرط أنا يمكن على شرط هذا عشان ما تزعج الرجال نعم ألا يكون هذا ديداً المرأة صح. يعني بمعنى طبيعي في المرأة إذا عندها طلب أن تسبقه بكلمات جميلة وبشيء من الغزل، هذا طبيعي. حتى الرجل وزي ما ذكر الأخ اللي في التقرير قال هذا شيء إحنا في غريزتنا، إحنا مجبولين صح. عليه، إحنا كلنا نحب الكلمات الجميلة، ما في واحد ما يحب الكلمات الجميلة. اللي مو طبيعي بالنسبة للمرأة ألا يسمع منها كلام غزل اللي عند المصلحة، هنا الرجل يحط إكس نعم. كبير جدا نعم. 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 طب يعني يمكن يعني قبل ما نختم هذه الفقرة حابة منك يعني ترشد السيدات على الأساليب المحمودة الصحيحة اللي تلجأ ليها كغزل ترجع يعني بنتيجة إيجابية تقوي هذه العلاقة الزوجية. حلو. الإنسان يشبه المصنع، والمرأة نصف المجتمع، وينام في حضنها النصف الآخر، فالمرأة المجتمع كله، وإذا صحت المرأة صح المجتمع كله. الإنسان يشبه المصنع، المصنع هذا لو أخذنا مثلا مصنع آيس كريم ما يطلع نوع واحد من الآيس كريم، نوع واحد مثلا آيس كريم صحيح. فانيلا أبيض، يطلع ألوان وأشكال حتى يكون في نوع من البيع. إذا استشعرت المرأة إن هي مصنع راقي جميل، وأنها تلون منتجاتها، وأنها بتبيع هذه المنتجات،
وانه يشتري المنتجات الزوج والاسره، لكن الشعر الرئيسي هو رب العباد. نعم. انه هذه العلاقه محفوفه وبرعايه الكريم، برعايه العظيم. اذا استشعرت المراه انها تعطي وان هذا كله كريدت عند رب العباد سبحانه وتعالى، نعم، فلونت في منتجاتها، اختارت الوقت المناسب، اختارت المكان المناسب، جعلت الكلمات جزء من النجاح. قد يكون ايضا جزء من النجاح اهتمامها بمظهرها وجسدها واشياء اخرى، قد يكون جزء الاهتمام بالبيت، قد يكون جزء الاهتمام بالتربيه. صح. النجاح متوازن. يمكن توجد سيده مثلا كلماتها في الليل والنهار غزل ليل نهار، لكن بيتها مهمل، اولادها مهملين، مهمله في نفسها. اذا النجاح له اركان، لابد ان ننظر بشكل متوازن. اذا استشعرت المراه انها مصدر للعطاء وللحب. صح. وللحنان، وانه هذا كله خلينا نقول محصلته عند رب العباد الرضا، ومحصلته عند رب العباد السعادة. نعم. فإنه هنا حيكون العطاء والدافع كبير بإذن الله. يعني دكتور في الأخير هي يعني المرأة إنسانة. نعم. زي ما هو بيشعر، هي شعرت في لحظة إنه بالحب بإعجاب وعبرت عنها طريقة جداً. ليش تكون وقاحة أو جراءة يعني؟ أنا عارفة مسلطين مطلقاً علينا الضوء شوية. مدرب والمستشار الأسري الدكتور محمد عاشور، أنا أشكر تواجدك معنا وأشكرك على هذه الفقرة الممتعة. بارك الله فيك. مشاهدينا فاصل قصير ومتابعين معكم سيدتي، خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، مصيبة عاصي الحلاني تجتاح مدينة بيروت. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، هذه جولة سريعة على بعض الأخبار الصادرة اليوم. إذن مشاهدينا نبدأ أخبارنا من صحيفة عكاظ، وخبر عن وفاة 21 مولودا وأما في مستشفى النساء والولادة والأطفال الجديد الذي تم افتتاحه في مكة قبل 110 أيام. وجاءت أسباب الوفاة مختلفة، إذ جمعت بين الأخطاء الطبية وحالات وفاة طبيعية لأمهات أثناء الولادة، إلا أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رصدت 5 ملاحظات على المستشفى، وانتقدت عدم وجود غرفة للتعقيم، عن أن التكلفة الإجمالية للمستشفى تجاوزت 300 مليون ريال. أعتقد أنه ما في أي تعليق ممكن أعلق على الخبر، خبر يعني يعلق على نفسه، وإن شاء الله يعني تتحرك الجهات المسؤولة وتعرف إيش المشكلة، من فين صار هذا الخطأ. خلينا نروح مشاهدينا لجريدة الرياض، ننتقل مع خبر عن تدشين معالي نائب وزير التربية والتعليم نور الفايز مشاريع إدارة التربية والتعليم في جدة بمبلغ يقارب 1 مليار ريال، بواقع 72 مشروعا يضم 126 مبنى في أحدث طراز المباني المدرسية وبمواصفات عالية الجودة. وقد تم التعاقد مع 3 شركات لتعليم رياض الأطفال ب3 مناهج مختلفة لتقييم التجربة والخروج بمنهج ناجح مجرب. خبرنا الثالث مشاهدينا اخترناه من صحيفة الشرق بعنوان طبيبة سعودية تتطوع بتقديم المعونة الطبية لفقراء بنغلاديش، إذ اختارت الدكتورة ندى الناجي أكثر الدول فقرا في العالم لتقديم المساعدة الطبية لسكانها، وقدمت الناجي المساعدة الطبية عن طريق عملها في مستشفى للرعاية الأولية في منطقة نائية في جنوب بنغلاديش.
الخبر الرابع مشاهدينا من صحيفة المدينة بعنوان معلم يكتشف خطأ في كتاب منهج التفسير لثاني متوسط. ووفقا للمدينة فإن الخطأ عبارة عن حذف كلمة لكم من الآية القرآنية رقم 59 بسورة النور. يعني ربما يكون خطأ مطبعي لكن في أخطاء كارثية اكتشفوها بعدين بعد ما درسنا وخلصنا. عموما المشاهدين خلينا نروح من أخبار السعودية لأخبار المشاهير، وفيها مصيبة عاصي الحلاني تدفعه للتعاون لأول مرة مع المخرج فادي حداد. أهلا بكم إلى أخبار المشاهير، حيث رافقت كاميرا سيدتي فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني خلال تصويره مشاهد من كليبه الجديد الخاص بأغنية مصيبة، بتعاون أول مع المخرج فادي حداد الذي اختار عدد من المواقع في بيروت لإتمام هذا العمل ومنها خليج الزيتون بي. هذا أحلى مطرح بحبه ببيروت على فكرة، بحس فيه حياة والجو حلو. يعني اليوم إحنا بالشتوية بس اسم الله شوف الجو شو حلو، وهذا اللي بحكي عنه دائما، هذا لبنان بشع فرح وبهجه، ولو مهما مرق من ظروف علينا الحمد لله الشعب اللبناني شعب مصر على البقاء وعلى انه يستمر بالحياه. ننتهز الفرصه كمان من خلال روتانا نقول لكل اشقائنا العرب اشتقنا لهم، لبنان ما بيسوى بلاهم، بيكمل معهم. اليوم طبعا عم صور أغنية مصيبة اللي الناس سمعوها من خلال الإذاعات العربية، أغنية شعبية باللهجة العراقية. ما أنا بعيد كتير عن لوني لأنه أنا بتعرف أنا غنيت اللهجة العراقية والبدوية، وحبيت أقدم أغنية تانية بنفس الفترة باللهجة العراقية، كلمات لضياء ميالي والتوزيع لحسام الموسيقار حسام كامل المبدع بالتوزيع، وكمان هشام بدع بتلحينة أغنية كتير قريبة للقلب، وإن شاء الله يعني إن شاء الله الكليب يكون كمان بجمال الأغنية. مصيبة غريبة حلوة في إنسى غرامة وحبيبة الهوى تأكل زماني أخذ قلبي ونسى. عملنا شيء كتير حلو وبإذن الله حتشوفوا كتير كليب حلو. اشتغلنا على الرقص على الديكورات على اللوك تبع الأستاذ عاصف. كان عندنا ثلاث ديكورات قديم وفي شيء جديد، يعني هاي تك وديكور قديم. هلا فادي علاقتي فيه قديمة وتعامل معي بكتير كليبات، كان هو مدير تسويق وبتربطنا فيه صداقة قديمة. تأخرنا لتعاوننا مع بعض كمخرج، كان من المفروض أول ما ابتدأ الإخراج نعمل كليب مع بعضنا، وصار في تأجيل هيك لأسباب ما أنا رئيسي ما أنا أساسي يعني، وهلأ شئت الظروف بهالمصيبة نصور مع بعضنا. هلأ في ألبوم راشد المجد اسمه مصيبة كمان، يعني مصيبتين، هي مصيبة ما كنا مكفين مصيبة تانية. ونوجه تحية لراشد المجد صديق عزيز، وأنا من محبين راشد المجد، ويا ريت كل المصايب تكون هيك أغاني بتفرح الناس. مصيبة يا ويلي يا ويلي مشاهدينا لا تروحوا بعيد، بعد الفاصل عندنا فقرة جدا مهمة خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل، من جدة هل تربية الفتاة في السعودية تحد من طموحها؟
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قبل الفاصل كنت أتحدث عن أو أقرأ خبر من أحد الصحف السعودية عن وفيات في السعودية أو في مكة تحديدا، بلغت 21 طفل وأم في مستشفى النساء والولادة اللي كانت طبعا 110 أو فتحت في خلال 110 يوم. الآن مشاهدينا خلينا نبحث التحديات اللي يواجهها الشرق الأوسط فيما يتعلق بوفيات الأطفال والأمهات وبطء التقدم في الحد من الأسباب، لأنه كان على طاولة أو طرح على طاولة منتدى إنقاذ الأم والطفل، ونتابع في هذا التقرير. رغم كل الجهود التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة من أجل صحة الأم والطفل، إلا أن التقدم المحرز لا زال بطيئا، وأحصائيات الوفيات ضمن صفوف الأمهات والأطفال دون سن الخامسة لا زالت مفزعة، وخاصة في إقليم شرق المتوسط. وأمام هذا الفزع عقد في دبي مؤخرا اجتماع رفيع المستوى حول إنقاذ حياة الأمهات والأطفال، اشترك في تنظيمه كل من منظمة الصحة العالمية اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة وفود رسمية ممثلين عن بلدان الشرق الأوسط، ليكون فرصة هائلة لمناقشة التحديات التي يواجهها الإقليم ولتسريع وتيرة العمل ووضع خطط محكمة لمكافحة آفة وفيات الأمهات والأطفال وتحسين صحتهم. إقليم شرق المتوسط الذي يضم معظم الدول العربية يعاني الآن من عقبات مهمة جدا في مجال خفض وفيات الأمهات والأطفال في عدد كبير من الدول، فهذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز العمل وتكثيف الجهود الرامية لخفض وفيات الأمهات والأطفال، وخاصة في البلدان العربية وبلدان شرق المتوسط التي تعاني من عبء كبير في هذا المجال. يهدف الاجتماع إلى إلقاء الضوء على هذه المشكلة، مشكلة من أهم المشاكل في مجال الصحة العمومية في الإقليم وفي البلدان العربية بالذات، ومناقشة سبل تكثيف الجهود في مجال خفض وفيات الأمهات والأطفال، والخروج بتوصيات محددة وأيضا بإعلان سياسي يؤكد الإرادة السياسية لدول الإقليم والدول العربية للمضي قدما في هذا المجال. UNICEF has joined and we've been dealing a lot with child survival, and we will continue to support efforts both at the policy level but at the implementation. And for implementation is really there where the problem is highest, supporting our partners, government, NGOs, civil societies, in order to make and tackle the obstacles, those issues that are constraining progress. طبعا الاجتماع هذا الهدف الأساسي منه هو تحسين التقدم نحو تخفيض معدلات وفيات الأمهات وفيات الأطفال دون الخامسة وفيات الأطفال الرضع. المملكة ولله الحمد يعني تقدمت بنسبة كبيرة، المستهدف في الميلينيوم ديفلوبمنت جولز هو تحقيق معدلات خلال فترة زمنية محددة. الفترة اللي المملكة يعني من بداية التطبيق الميلينيوم ديفلوبمنت جولز المملكة وصلت إلى معدلات تعتبر يعني جيدة جدا، وبناء على الترند اللي قاعد يتحقق في هذه المعدلات من المتوقع أنه يعني المملكة ولله الحمد أننا نصل إلى الأهداف الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى. إذا نظرنا إلى طرق تنظيم الإنجاب
والمباعدة بين فترات الحمل. فقد أثبتت الإحصائيات الدولية أن عدم تناول طرق تنظيم الإنجاب يؤدي إلى 30% من حالات وفيات الأمهات. ومن هنا أيضا كما نعلم أن الإسلام الحنيف هو دين التنظيم، وقد حسن الدين الحنيف على المباعدة بين فترات الحمل كما جاء في القرآن الكريم حيث استخدام الرضاعة لمدة عامين. ومن المعروف أن الرضاعة هي إحدى الطرق الطبيعية للمباعدة بين فترات الحمل. أيضا كان الصحابة وقت الرسول عليه الصلاة والسلام يستخدمون العزل لعدم حدوث الحمل، وعلم الرسول بذلك ولم ينههم عن هذا. وإذا قررنا الطرق المؤقتة لتنظيم الإنجاب الموجودة حاليا فهي بالقياس هي مماثلة للعزل، وبهذا إذن المباعدة بين فترات الحمل للمحافظة على صحة الأم والطفل هي إحدى تعاليم الإسلام الحنيف. مشاهدينا من جديد ننتقل لجدة، والسؤال اللي راح تطرحه خلود وتجاوب عليه مع ضيفتها هو هل تحد تربية الفتاة السعودية من طموحها؟ خلود إليك. شكرا لك ميسا. إذا مشاهدينا الكرام، كلنا نعرف أن للمرأة السعودية طاقات وإمكانيات وطموحات تستطيع من خلالها النهوض بهذا المجتمع، لكن السؤال ما الذي يحد من هذه الطموحات؟ البيئة، المجتمع، الأعراف، وربما التربية. كل هذه الأسئلة وأكثر نوجهها لضيفتنا بالاستوديو الناشطة الاجتماعية الأستاذة فاطمة القرب. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بك. أهلا بك. حياك الله. بداية نحن نتكلم على موضوع حساس شوية، نتكلم عن طموحات امرأة يعني لديها طاقات كبيرة جدا، ما الذي يحد من هذه الطموحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على المشاهدين وعليك أختي. مساء الورد. طبعا أكثر شيء يحد من طموحات المرأة العربية السعودية الأفكار السلبية اللي ممكن تتوجه لها من خلال المجتمع، من خلال الأسرة، من خلال الصديقات، من خلال المجتمع اللي تتكون فيه نفس المرأة السعودية. إذا كانت سلبية فطبيعي راح تحد من تفوقها، من تحد من طموحاتها، تحد من أحلامها، تحد من النقاط والأهداف والرؤية اللي هي والاستراتيجيات اللي هي حطاها لحياتها اللي ممكن على أساسها تكون خادمة للمجتمع، ممكن تكون خادمة لأسرتها، ممكن تكون عضو فعال في نقطة فعالة حوالين في المجتمع اللي هي جالسة فيه، في الوسط اللي هي جالسة فيه. هل تخاف من المجتمع؟ يعني هي عندها طموحات وأحلام، هل ممكن هي تنساق لهذه الضغوطات وتخاف من تلبية طموحاتها وأحلامها؟ إحنا ما نقدر سجينة لهذه المعتقدات؟ فعلا، بس إحنا ما نقدر نقول إنه هو خوف قد ما إنه هو حذر. حذر، لأنه البيئة السعودية لها نظرة خاصة للمرأة، لها نظرة عميقة في الاختلاط، لها نظرة في الحد من تجولها في السفر، في الخروج، لها أشياء معينة لابد أن المرأة اعتبارا لطموحاتها تحط الأشياء دي أمام عينها وعلى أساسها بتحقق فيها طموحها، لأنه هي الأساس. اللي إذا كانت مرنة أمامها وإذا كانت هي مستعدة بقوة كاملة بدون تحدي، أهم شيء أنه تكون هي مرنة في الموضوع عشان لا تتأثر، لا ترجع عوائد سلبية إن كانت نفسية ولا إن كانت اجتماعية ولا اضطهاد اجتماعي وما إلى ذلك. تحط من النقاط الأساسية اللي ممكن تبرز فيها طموحها، تعمل استراتيجيات واضحة للمجتمع، أهم شيء أنه ما تخالف العادات والتقاليد وما تطلع بصرخات ولا توجهات فكرية ولا اجتماعية ممكن تقلب طموحها من إيجابي إلى سلبي بغرض أني أنا بحقق طموحي. تمام. طب بوجهة نظرك، يعني ما تعتقدي أنه التعليم والأبواب العلم اللي انفتحت بشكل كبير جدا اللي وفرتها يعني لنا الحكومة كتعليم كابتعاث يعني فعلاً أمور كثيرة ما فتحت طاقات أكثر؟ فعلا هذه النقطة كنت بسترسل فيها، لأنه أصلا الآن بما أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين مجال التعليم للمرأة اتفتح بكافة أبوابه، مجال العمل أيضا اتفتح بشتى الأنواع بشتى المجالات. أول كانت محصورة المرأة في تعليم معين وعمل معين، الآن اتفتحت المجالات لها. الآن يوجد في كل عائلة لابد من مبتعثين
من داخل المنزل لخارجهم، إن كان بنات ولا إن كان أولاد. فالتفكير في البداية كان جدا صعب، كان حتى نظرة المجتمع كانت للمرأة إنها تخرج ولا تسافر ولا تتعلم كانت جدا ضيقة. الآن صاروا العوائل يشجعوا بعض، ليه؟ لأنه بيشوفوا مستقبل بناتهم، بعض الأحيان صاروا بنات بيسندوا أهاليهم أكثر من الأولاد. فتفتح المجتمع إنه لا، المرأة لها دور إيجابي والبنت لابد إنها تحقق لها طموح. وفعلا لقينا رائدات في المجتمع، لقينا سيدات في المجتمع أثبت وجودهم عالميا وليس داخليا أيضا. أستاذة فاطمة، أنت طبعا إحنا كلنا عارفين إنه الفتاة المقبلة على الحياة لديها طموحات وأشياء كثيرة تقدمها لمجتمعها، لكن دائما تعتقد يعني بنشوف إنه العائق أكثر من الأم هو الأب والإخوان. العائق الأب أكثر والأخوان ليه؟ لأنه دائما فوق تفكير الأب أكثر حلم يرسمه لبنته إنها هي تكون في بيت زوجها، أكثر حلم إنه تكون سعيدة في بيت زوجها. صح، مكونة طموحها. وأنا من ضمن يعني من ضمن الفتيات اللي كان حلم أبويا إنه أكثر شيء قبل ما تعلمي تعليمك، قبل ما تكمل تعليمك أهم شيء كيف حتعرف تطبخ لزوجك وما حتعرف تطبخ لزوجك. أنا ما يهمني إيه بالفعل، لما أثبت وجودي في 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 منزل زوجي، لا كملي تعليمك، لابد انك تكملي تعليمك. وهذه نظرة الاباء كلهم الى الان. اكثر ابو لما يجي يكمل تعليم بنته اكثر شيء يفكر هاجس عنده انه ايه، طب هي حتتزوج، طب التعليم ده راح يوقف زواجها، طب المستقبل الولد لازم نشد عليه لانه هو اللي راح يفتح البيت، هو اللي راح يفتح المستقبل وما الى ذلك، التفكير التقليدي اللي موجود. بس الان بدا نشوف مجال المساواة لدرجة ممكن البنت تتغرب وممكن تجيها البعثة وزوجها يطلع معاها تتعلم وزوجها يطلع معاها تمام، وتدرس وتتنقل لمنطقة معينة لعمل معين وزوجها يتنقل معاها. فصارت النظرة نظرة مساواة، نظرة طموح للمرأة وتحقيقها للواقع اللي يختمها في داخل مجتمعها. ليه؟ لأنه في مردودات إيجابية إن كانت مادية إن كانت معنوية إن كان استقرار عائلي إن كان استقرار نفسي بيجدوه أمام طموح المرأة. أبغاك تحكيني عن دعم الرجل تحديدا، إحنا ما زلنا بنتكلم في أو محور السؤال الرجل، حكيني شوية عن دعم الرجل، كيف الرجل لازم يدعم المرأة في هذا الطموح؟ جميل، الرجل ممكن يفتح لها مجال الحرية المطلقة الإيجابية بحذر. لابد أن نحط القاعدة دي بالنسبة للرجل، لما يعرف كمان هل طموحه هذا هل له رجعية إيجابية لمنزله لبيته لعائلته، ولا مجرد انه هو طموح هاوي. يعني هل مجرد انه هو طموح هاوي وزوبعة معينة في الدماغ لمن حققها وما الى ذلك. ممكن انا فلنفترض قسم من الاقسام فنانة، ممكن تكون فنانة، الفنانة هذه ممكن خرجتها من وسط البيت تكون فنانة تشكيلية وما الى ذلك، تكون خرجتها في وسط البيت من وسط البيت أكثر من وجودها. طب هنا رح يكون في تأثير سلبي، والهدف والتحقيق ذاتي فقط للموظفة. أنا كنت أبغى أسألك على حاجة مهمة مرة، في خوف معين من الفتاة اللي هي مقيدة زيادة حبتين، إذا أطلق لها العنان و يعني أعطيت من الأهل هذه الحرية، إيش النتائج السلبية؟ إحنا نتكلم عن النتائج السلبية اللي ممكن يعني تظهر مؤخرا بعد القيود ثم فجأة الحرية المطلقة على كلامك. أوكي. النتائج السلبية مرتبطة بالتربية تماما من النقطة الأولى. إذا التربية جيدة حتى وهي مقيدة ما يخاف منها، وإذا التربية سيئة وحتى هي مقيدة راح نخاف منها. فطبيعي طول ما إن الواحد مربي كويس بأصل ودين وعادات وتقاليد واحترام نظرة المجتمع، صدقني المرأة السعودية توضع في أي مكان راح تكون جيدة في المكان اللي هي وضعت فيه. أما إذا كانت من عائلة ممكن نقول مشتتة ذات زوبعات اجتماعية ما مشاكل ما إلى ذلك، ممكن يعني ممكن نقول إنه فئة معينة ممكن يجي مردودهم سلبي على نفس المجتمع. بس برضو نعيد ونزيد ونقول إنه المرأة السعودية الآن بدأت تحقق طموحاتها وبدأت تثبت للمجتمع وللعالم إنها أهل وقد إنها هي ممكن تكون تشرف بلدها وتشرف بطنها وتشرف المجتمع اللي حولها. إيش أقصى طموحاتها بوجهة نظرك؟ أقصى طموحاتها تظل المرأة السعودية، أقصى طموحاتها إنها هي تتزوج وتربي بزورة وتجيب عائلة وتكون أسرة. لكن هي الآن طبيبة، هي الآن مهندسة، هي طبيبة، هي محامية، تعود الطبيبة لو ما هي متزوجة. بالضبط، تعود الطبيبة تسأليها إيش طموحاتك في الحياة لو ما هي متزوجة، تقول لك أتزوج وأبني بزورة وأكون عائلة وأسرة. تعود المرأة السعودية للفطرة الأساسية لها المرأة إنها تكون أم
الفطرة الأساسية إنها تكون زوجة، إنها تكون ربة منزل ناجحة، تفتخر بأولادها اللي حيجوا بعدها، زيادة على ذلك إنها تكون سيدة لها مكانة في المجتمع ومكانة في المنزل ومكانة في العمل اللي هي بتشتغل فيه. أبغاك تعلقي لي على بعض الأفكار اللي تعتقد أن الطموح والأحلام تتعارض مع القيم. ممكن تكون الأحلام تتعارض مع القيم إذا كانت خادشة للحياء، إذا كانت خادشة للمعتقدات والتقاليد، إذا كانت خادشة لمبادئ وأسس في الدين الإسلامي. أيضا إحنا الحمد لله في حكومتنا الرشيدة بتحد من هذا الشيء بقوانين وضوابط ما تخلي المرأة إنها ممكن تحلم بحاجة خارجة عن المألوف. ولو حلمت بحاجة خارجة عن المألوف بتلاقي إلا ما في أحد يراجعها، إلا ما في أحد يوقف معاها لمصلحتها وليس لضدها. من توعية للفكر وزيادة في الاستراتيجية الإيجابية. بالضبط. إحنا نشكر تواجدك أستاذة فاطمة القاروب. وبالفعل يعني المرأة السعودية لديها طموحات أكبر وأكبر فعلا. وكما ذكرت في المقدمة ربما هذه الطموحات يعني تنهض في جميع فعلا. المجتمع طول ما هذه الطموحات لها حدود فعلا. معينة تتناسب كمان مع من عشرين سنة فاتت غير العشرين سنة اللي احنا فيها غير العشرين سنة الجاية. بالضبط حنلاقي المهندسة وحنلاقي الطيارة زي ما لقيناهم حنلاقيهم في جميع المجالات وهم محافظين على قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم. نشكر تواجدك أستاذ فاطمة، شكرا لك. إذا مشاهدين الكرام بعد هذه الفقرة خلينا احنا ما زلنا مستمرين في نفس المحور عشان حابين نعرف نتائج التصويت على السؤال اللي طرحناه من البداية اللي هو هل تحد التربية من طموح الفتاة السعودية؟ قبل التعرف على النتائج خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع لكم، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل ماذا يريدون السعوديون من عضوات مجلس الشورى؟ بكم من جديد. عوضا عن اجتماع عضوات مجلس الشورى تحت قبة المجلس اجتمعت العضوات تحت رعاية جمعية النهضة بالرياض فناقشنا هموم وأولويات المواطن السعودي بحضور ورعاية برنامج ومجلة سيدتي. التفاصيل في هذا التقرير. قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله آل سعود بدخول المرأة السعودية إلى مجلس الشورى بمثابة فرحة وبشرى وبادئة خير، إلا أن البعض الآخر ما زال متخوف منها. فأقامت جمعية النهضة النسائية بمدينة الرياض اجتماع معرفة وتعارف بين عضوات مجلس الشورى ونساء المجتمع لإزالة هذا التخوف. والله يعني وجود العنصر النسائي في مجلس الشورى أمر مهم. المرأة تشكل أكثر من 50% من نسبة عدد السكان في المجتمع السعودي، فإذا كنا إحنا نطمح إلى تنمية حقيقية في المجتمع لازم يكون المرأة لها دور. اليوم قدرنا نوصل الصوت والصورة بالضبط، كل واحدة عندها شيء، عندها سؤال تبغى توجهه لمجلس الشورى، عضوات مجلس الشورى قدرت توصله بالطريقة اللي هي تبغاها. من أهم المشاكل اللي إحنا نواجهها هنا كسيدات في المجتمع السعودي اللي هو مشاكل أول شيء طبعا يصير عندنا القضاء. إحنا لازم الشيء اللي نبغى ندفعه أكثر شيء مساواة حقوق المرأة في الرجل بالمجتمع السعودي. أنا في نظري أنه قوانين أحوال الشخصية تخص المرأة هي من أهم المواضيع اللي يعني هي صايرة عايمة، لا هي نعم ولا هي لا، فلازم يكون في قرار حاسم. وتضمن اجتماع عضوات مجلس الشورى مناقشة وطرح الأولويات والأساسيات التي سوف تكون بعين الاعتبار مطالبين بدعم المجتمع لهن، فالمرأة تشكل النصف. أنا أشوف أنه دور المرأة ما هو فقط حيكون في دعم قضايا المرأة فحسب، يعني دور المرأة في إطفاء الفكر المختلف والشمولية في اتخاذ القرار. يعني الرجل له أسلوبه في التفكير وهذا الشيء مثبت بالأبحاث، والمرأة لها أسلوب مختلف ومكمل في التفكير، فلما يجي قرار مشترك طرحت فيه وجهات نظر مختلفة بيكون عادة أقوى وأكثر اتزان. إحنا كنساء علينا مسؤولية أنه إحنا نبدأ في اللقاء
جمعيات، لقاء نذهب إلى مجتمعات محلية نناقش الناس، نسمع رأي الشباب. أنا بالنسبة لي الشباب مهم جدا، وهم هذول اللي حيغذونا بآرائهم اللي نستطيع أن احنا نتواصل فيها في المجلس. فأعتقد مهمة من مهمات الأعضاء المجلس هي التواصل مع المجتمع اللي حولهم. في الحقيقة أنا أطلب من النساء والرجال أن يساندونا، وليس فقط نحن، احنا دورنا ومسؤوليتنا أن نساند النساء والرجال، أن نحاول أن نحصل على أكبر قدر من المعلومات حتى نستطيع أن نعبر أو نضعها في الآراء. لكن في نفس الوقت نحن كأعضاء في مجلس الشورى نحتاج إلى دعم المواطنين رجال والنساء. والله دخول المرأة لمجلس الشورى امتداد لخطوات كثيرة خطاها خادم الحرمين الشريفين منذ أن تولى الحكم. يعني بدأ دائما بدعم المرأة بمناسبات وبطرق مختلفة، وإن كانت هذه يمكن كانت أقوى دعم حصلت على المرأة إلى الآن. المرأة هي أمي، هي أختي، هي بنتي، هي زوجتي، أنا مخلوق من المرأة. برنامج سيدتي دانا دلقمولي. للحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الموضوع نستضيف مباشرة من الرياض عبر الأقمار الاصطناعية نائبة رئيس جمعية النهضة الأستاذة فوزية الراشد. أهلا وسهلا بك أستاذة فوزية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا وسهلا فيكم، وشكرا عليكم، شكرا لكم لاستضافتنا، أيضا شكرا لروتانا خليجية لتغطية الحدث اللقاء الذي استضافنا فيه أعضاء مجلس الشورى الليلة البارحة. نعم أستاذ فوزية، أنا حتى تابعت أمس على التويتر، كنت ما شاء الله كثير نشيطين، ويعني شيء جميل انكم خليتوا الناس كمان تتواصل معاكم وتعرف المستجدات. لكن اليوم من خلال روتانا ومن خلال برنامج سيدتي بنحاول انه نسلط الضوء اكثر على الاشياء اللي حتى ما قدرنا نشوفها ونحضر معاكم. خليني اسالك اول شيء استاذه فوزيه، هل كان اللقاء يقتصر على التعريف والتعارف بعضوات مجلس الشورى، ولا كان في اشياء ثانيه ابعد من كده؟ اولا في البدايه كانت فكره اللقاء تعريف وتعارف مبني على اساس ان جمعيه النهضه هي متخصصه وتعنى بالشؤون المراه. نعم. ومتخصصه في هذا المجال، وايضا اضافه الى هذا احنا كوننا احنا داخل جمعيه النهضه لنا الشرف الكبير ان حظينا بان كان من عندنا من اعضاء مجلس الشورى ثلاث عضوات، وهن الاميره ساره الفيصل ايضا رئيسه جمعيه النهضه، وكذلك الاميره موضي بنت خالد نائبه رئيسه جمعيه النهضه، وايضا الدكتوره ثريا عبيد هي ايضا عضوه منذ زمن طويل في داخل جمعيه النهضه. ولذلك طرأت الفكرة أن الجميع فخور بهذا القرار الذي دعمه رائد مسيرتنا ووالدنا الغالي ملكنا عبد الله بن عبد العزيز. فلذلك ارتأى الجميع أن لماذا لا يكون الحدث داخل النهضة لما له قيمة تاريخية، وأضافنا إضافة كبيرة لعمل المرأة ودورها في تنمية المجتمع. نعم جميل. ولذلك أقمنا هذا التعريف والتعارف، أي ليس فقط لما له أن جمعة سيدات، ولكن له وقعه التاريخي وله أثره البعيد. نعم. طيب أستاذة فوزية، يعني الإيصال الرسالة عادة يكون موجود، يعني أو نحاول نوفر معظم شرائح المجتمع، كيف كان الحضور أمس؟ الحمد لله الحضور كان جدا رائع بشهادة الجميع وبالأعداد التي احتوى عليها اللقاء. الحمد لله كانت الدعوات مختلفة، أولا ركزنا على أعضاء مجلس أعضاء النهضة كعضوات داعمات وعضوات لهم عاملات ولهم زمن طويل في مسيرة النهضة. أيضا استضفنا من جهات أخرى لها علاقة كجمعيات خيرية، عدة جمعيات خيرية نسائية تعنى بما يخص المرأة.
أيضا لجانب هذا استضفنا من جامعة عدة جامعات ومن وزارة الشؤون الاجتماعية ومن الضمان الاجتماعي ليكون الحوار ثري واللقاء يكون ممتع وشيق ومفيد للجميع. نعم، طب كيف استقبلت عضوات مجلس الدعوة؟ يعني كم كان مثلا عدد العضوات اللي حضروا؟ نعم، الحضور كان لأعضاء مجلس الشورى، الأعضاء مجلس الشورى كان العدد للحضور 19 سيدة بما فيهم أعضاتنا رئيستنا رئيسة جمعية النهضة الأميرة سارة فيصل والأميرة موضي بنت خالد الأميرة العامة. نعم. أيضا كانت الدعوة باتصال مباشر لكل عضوة على حدة وتهنئتها وتبريكها تبريك لها إلى جانب دعوتها إلى حضور هذا اللقاء وأخذ رأيها في الموضوع، والحمد لله كانت الاستجابة جدا رائعة من أعضاء مجلس الشورى وكان لهم هم قالوا نتشرف ونسعد بهذا اللقاء الذي يجمعنا جمعية النهضة. نعم، أمس داولت يعني أحد مقولات الأميرة موضي بنت خالد كثير على التويتر وعلى الهاشتاج، شفت من ضمنها الأميرة موضي بنت خالد تقول أهم حقوق الإنسان هي حرية الحركة، إيش في كده أشياء كان يعني لفتت نظر عضوات مجلس الشورى حاولوا يركزوا عليها في النقاش؟ والله الحمد لله كان جدا الحوار متنوع، وكان لو بس للمعلومية احنا جمعنا العضوات ايضا اعضاء مجلس الشورى كان اللقاء البارحة لهم فرصة للتعرف لبعض على بعض. نعم. وكان هذا الفرصة الأولى لهم ليجتمعوا ببعض، وكانت المواضيع المطروحة المتعددة الكل كان زي ايش مشغول بالها، هل بيكون مثلا هل أعضاء مجلس الشورى سيكونون موصل قضاياهم متوجهة بالتحديد لخدمة المرأة أو لخدمة قضايا المرأة؟ نعم. مناقشتها كانت بصراحة كان في تنوع بالنسبة للردود، تنوع جدا شيق لأن طيب. كانوا سيدة هم فوزية هذه أعضاء هذه خدمة المجتمع. نعم. نعم. راح أسمع منك أكثر عن كيف كانت الآراء داخل أمس اللي صار في جمعية النهضة، لكن خليني أروح الآن لاستبيان قمنا به أو قامت به مجلة برنامج مجلة سيدتي على شبكة الإنترنت حول أبرز القضايا اللي تطلع المواطنين أو المواطنون أنه تطرحها عضوات مجلس الشورى. النتائج والإجابات مشاهدينا في هذا التقرير. قد قررنا التالي: مشاركة المرأة في مجلس الشورى. في استبيان قام به برنامج سيدتي وموقع سيدتي دوت نت حول مشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى، كانت النتائج على النحو التالي: في سؤال هل دخول المرأة لمجلس الشورى يساهم في إيصال صوت المرأة؟ اعتقدت ما نسبته 54% أن دخول المرأة لمجلس الشورى يساهم في إيصال صوت المرأة. ما نسبته 34% لا يعتقدون بأن دخول المرأة لمجلس الشورى يساهم في إيصال صوت المرأة. 12% لا يعلموا إذا ما كان دخول المرأة يساهم في إيصال صوتها. أما أبرز القضايا التي لها أولوية عند المشاركين في الاستطلاع ويتطلع أن تطرحها عضوات مجلس الشورى كانت: توفير مساكن لذوي الدخل المحدود 61%، المطالبة برفع الأجر الشهري لمستحقين الضمان الاجتماعي 61%، التأمين الطبي للمواطنين 59%، حق أبناء المرأة في تقاعدها بعد الوفاة 54%، إقرار بدل السكن لموظفي الحكومة 51%، المطالبة بقانون يمنع زواج القاصرات 47%، قيادة المرأة للسيارة 41%، مطالبة بإنشاء مستشفيات في القرى 37%، مدونة الأسرة 34%، تحديد صلاحيات ولي أمر المرأة 34%، الجنسية لأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي 32%، التعديل في المناهج الدراسية بما يواكب سوق العمل 27%، حق المرأة في دخول هيئة كبار العلماء 12%.
هذا وجاءت نسبة السيدات المشاركات في الاستطلاع 71%، بينما جاءت نسبة الرجال المشاركين في الاستطلاع 29%. أستاذ فوزية، أرجع لك من جديد. يعني إذا كان 71% من السيدات اللي أجابوا 29% من الرجال، وكانت هذه النتائج أنه ما كانوا مركزين كثير السيدات أو الغالبية على المواضيع الخاصة بالمرأة، فهذا يؤكد أنه المرأة في مجلس الشورى ما المفروض تكون بس محصورة بقضايا المرأة. أمس إيش اللي صار عندكم؟ وصلتوا لهذه النتيجة أو لا؟ أكيد. نعم، بالنسبة للحوار اللي دار ليلة البارحة، فعلا ما كان هو الهدف أن التركيز على قضايا المرأة، لأن القضايا التي طرحت في استبيانكم والخلاصة منها أن هذه قضايا مجتمع بأكملها، قضايا تهم المجتمع ليس المرأة فقط، ولكن أيضا بعض الأعضاء الشورى أيدوا أو كانت من وجهة نظرهم أن فعلا أكيد وجود المرأة في مجلس الشورى بيعنى بقضايا المرأة من جهة أخرى، من اللي تعنى بالأسرة ككل، وكان في تنوع، كان في طرح متنوع، كان في مواطنة، كانت في إحساس بالمسؤولية. نعم نعم. طيب إيش المواضيع اللي انطرحت فعلا من عضوات مجلس الشورى اللي كانوا موجودين أمس؟ إيش كانت المواضيع الأهم بالنسبة لهم؟ هذا السؤال كنت هو أسألك قبل التقرير باختصار شديد، يعني إيش في نقاط كده جت في بالهم؟ قيادة مرأة، زواج قاصرات، إيش في أشياء، سكن وبطالة؟ اولا في الواقع، نعم، اعضاء مجلس الشورى عند استضافتنا لهم ليله البارحه كانت في بدايه، وكانوا الاغلبيه يعني لا زالت غير محدده افكارهم، نعم، لم تختار اللجان، لم ينظم عملهم الى الان، نعم، حتى القسم لم يؤدى الى الان، فهذا اشياء احنا لا يعني لا نحكم عليهم من هذه البدايه البسيطه جدا. والقضايا اللي طرحناها احنا قضايا ما هي قضايا بالتحديد، ولا كانت هي كنقطه، نعم، تحمل مسمى اللقاء تعريف وتعارف فقط، لمعرفة كل واحدة كيف تفكر فقط لا غير، ليس، نعم، لتوجيه لنقاط محددة بالذات. طيب جمعية النهضة يعني الواضح أنها دائما تسعى لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، خليني أسألك عن الجانب السياسي، هل يغيب الجانب السياسي عن جمعية النهضة؟ جمعية النهضة تعنى بالمرأة اقتصاديا، نعم، اجتماعيا، تعليميا، تثقيفيا، من كل هذه الجوانب، فليس سياسيا بالتحديد ليست هذه رسالتنا، ولكن ككون تنمية المرأة وإعطائها حقها والفرص أنها تمكينها، هذه تقودها إلى أن تمسك مناصب راقية. الآن مناصب أعضاء مجلس الشورى كيف وصلوا؟ ومع الوضع اللي في مجتمعنا والضغوط اللي تأتي للمرأة من جميع النواحي، ولكن وصلنا، أصبحنا أعضاء مجلس الشورى، أصبحنا مشاركين في اتخاذ صنع القرار، فهذا ليس له علاقة سواء النهضة تهتم سياسياً، النهضة تهتم بالمرأة منذ بداياتها كطفلة صغيرة، نعم، فهذا يعطيها القوة الشخصية، بناء القدرة الذاتية، فبذلك يعطيها الفرصة أنها تصل ليس سياسياً فقط، ولكن تكون إلى جانب الرجل في تنمية هذا المجتمع ووصول بالوطن إلى ما نرجو أن يكون فعلاً في مصاف الرقي والمجتمعات الراقية الأخرى. نعم جميل. طيب أستاذة فوزية، كمان الجمعية بتقوم بتدريب السيدات في بعض المجالات، إيش المجالات اللي بيتدربوا فيها؟ في البداية عندما نستلم الأسرة أو السيدة نعنى بتفاصيل جدا دقيقة في حياتها، ونؤمن لها الدعم المادي الذي قبل الدعم المادي اللي هو تأمين المسكن، تأمين الملبس، تأمين الغذاء، لن نستطيع أن نصل بها إلى درجة التمكين أو التدريب المطلوب
لتكون قادرة على رعاية أسرتها. فنبتدي معها من البداية الغطاء الأساسي الفسيولوجي لها أن تكون متأمن المسكن والمأكل والمشرب. بعد ذلك ننتقل إلى أن نوزع هذه النقاط والمجالات اللي نأخذها فيها من تدريب منتهي بالتوظيف إلى تدريب تطوير ذاتي إلى 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 تثقيف صحي إلى تدريب في مجال العمل للراغبات في التوظيف. جميل، يعطيكم ألف عافية، ودائما ننتظر منكم الجديد، وأكيد راح يكون في إن شاء الله أشياء مستقبلية أفضل وأفضل. نائبة رئيس جمعية النهضة فوزية الراشد، شكرا جزيلا لوجودك ومشاركتك معنا. مشاهدين، هذا تقرير عن جدول عضوات مجلس الشورى من مواضيع وقضايا من المحبذ مناقشتها. أبرز المواضيع التي تنتظر عضوات مجلس الشورى: أولاً، قطاع التعليم الذي رصد له 204 مليارات من ميزانية الدولة. طرح النقاش حول أسلوب التعليم ومنهجية التعليم العام والتعليم العالي. إحداث تغييرات بها لتواكب متطلبات العصر. كيفية إعداد المعلمين بطريقة صحيحة. ثانياً، القطاع الصحي. مناقشة أسلوب تقديم الرعاية الصحية. كيفية توزيع الخدمات الصحية على مستوى المملكة. أهمية اختيار الممثلين لوزارة الصحة في مجلس الشورى من مختلف التخصصات الصحية. ثالثاً، القطاع الاجتماعي والقضائي. مناقشة منهجية عملها بالنسبة للجمعيات الخيرية ودور الأيتام. السعي لإيجاد قانون للأحوال الشخصية. إثبات صوتها كناطق رسمي باسم المرأة في المجتمع السعودي. توجيه الدور القضائي لخدمة قضايا المرأة المعلقة في المحاكم وإيجاد حلول لمعاناتها. رابعاً، القطاع الاقتصادي. دعم قضايا المرأة في وزارتي العمل والخدمة المدنية. فتح مجال الاستثمار أمام المرأة دون الاحتياج إلى وصاية من أحد. توجيه وزارة الإسكان في إثبات أحقية المرأة في امتلاك منزل، خصوصاً المطلقات والأرامل. أهلا بكم من جديد. هل ما زالت المرأة العربية تسير في سنتها الأولى سياسيا؟ وهل إنجاز المرأة في السياسة يقتصر على دخولها البرلمان أو مجلس الشورى؟ أم لها أدوار أخرى؟ نتعرف مشاهدينا على تجربة النائبة الأردنية سلمى الربضي في تمثيل مجتمعها الريفي المحافظ المحكوم بالذكور في هذا التقرير. سلمى الربضي من أوائل النساء التي وصلت إلى المجلس النيابي في الأردن عام 2010. استطاعت بذلك أن تخوض غمار السياسة وتصبح ممثلة لمجتمع الريفي محافظ الفكر الذكوري فيه هو السائد. النقطة الأساسية هي أن تأخذ المرأة دورها وأن يكون أمامها نموذج جيد. هذه النجاحات تكون سلسلة متواصلة تتسع القواعد النسائية. لم تستطع سلمى أن تستمر بنفس الصلابة في السياسة، فهي قبلت الانسحاب من الترشح لصالح أحد المترشحين الذكور في الانتخابات الأخيرة، وذلك خضوعا لإرادة عشيرتها في المحافظة. لا يزال مجتمعاتنا عشائرية، وهذه سيئة، وهذه علامة سيئة في مجتمعاتنا، وخاصة العشيرة هي التي تقرر لا تزال. خلال مسيرتها السياسية لم يأخذ العمل سلمى بعيدا عن عائلتها، بل حققت توازنا بين الطرفين. ما كان في إهمال من مرة، بالعكس، هي من المعلمات النشيطات، كانت من الساعة 5 صباحا تقوم من النوم تعمل الفطور والغداء ما سوى. المرأة العاملة والمرأة السياسية تنظم وقتها تماما، تستغل وقتها 24 ساعة. حتى أولا عندها قدرة، المرأة عندها قدرة عجيبة، عندها قدرة في تنظيم الوقت، عندها قدرة في استغلال قدراتها الذاتية.
للحديث أكثر مشاهدينا عن تجربة المرأة في الحياة البرلمانية، أرحب مباشرة من الأردن بسفيرة المنظمة العربية للسلام الدولي الدكتورة خلود أبو طالب. أهلا وسهلا بك دكتورة خلود. أهلا بك دكتورة. خليني أول حاجة أبدأ معك عن العقبات اللي بتواجه المرأة العربية في العمل السياسي، إيش العقبات في رأيك؟ اسمحي لي أولا أني أنا أشكركم على تواجدي معكم، وشكرا كثير لكم لاهتمامكم وتشريفكم إنا ونكون إحنا معكم في هذا البرنامج الرائع، وشكرا إليك ولتعاونك معنا. شكرا لوجودك معنا. ستي الكريمة، إحنا حبيبتي شكرا إليك. إيش العقبات؟ معنا السؤال لو سمحتي اللي سألتين، لأنه الصوت ما وصلني كويس. العقبات اللي بتواجه المرأة العربية في العمل السياسي. ستي الكريمة، إحنا لا شك إنه المرأة حاليا تمثل نصف المجتمع كما تعرفي، وما بدنا نقول إنها عقبات، إحنا بدنا نقول إنه هي في بعض العراقيل اللي ممكن ما بتساعد المرأة للوصول، لكن إحنا بنقدر نقول حاليا إنه المرأة تمكنت من الوصول إلى بعض المناصب وال المناصب القيادية اللي بتمكنها من إنها تثبت نفسها في كل المواقع اللي ممكن يكون لها سلطة في التشريع، سلطة في القرار. فالحمد لله رب العالمين، يعني أنا شايفة إنه المرأة حاليا بلشت إنها توصل لحلمها، وبلشت إنها توصل لإنها تكون يعني على الأقل مساوية للرجل، مناش نقول في كل الميادين، لكن لا شك إن الحمد لله إنه هي بلشت يعني تكون امرأة لها دور في المجتمع. أما بالنسبة للعراقيل عزيزتي كما إحنا سميناها، يمكن عندنا هو الموروث الاجتماعي حاليا اللي ممكن يأثر على دور المرأة. وبتعرفي يعني مع احترامي للست سلمى، هو إحنا بلد عشائري أي نعم، لكن في المرحلة الحالية عزيزتي يعني إذا تابعتي المجلس النيابي الحالي، كان في هناك سيدات من العشائر الأردنية الكبيرة اللي في الأردن، واستطاعت إنها تأخذ مجلس في البرلمان مستقل. فالحمد لله رب العالمين احنا بلشنا نتجاوز هاي النظرة العشائرية. وشغلة تانية عندنا في يعني للأسف حاليا في الوطن العربي ونقول في الشرق الأوسط، انه عدم قناعات بان المرأة ممكن ان تكون صاحبة قرار او صاحبة كلمة. وبتعرفي النظرة للمرأة انه هي مرأة فقط تكون سيدة بيت او ربة بيت، لانه حتى أو يعني ممكن البعض انها يعتقد تكون سيدة. انه عاطفة المرأة ربما تمنعها من خوض العمل السياسي. نعم، هي ستي هلا لا شك هذا الحكي متوارث وبقولوا فيه، بس انا رايي الشخصي يعني المتواضع واسمحي لي اني احكي فيه. نعم. عاطفه المراه اي نعم، بدليل انه هي ربنا كرمها بالامومه اي نعم، لكن لا تنسي ان المراه هي خلقت اجيال، ولدت من رحمها اناس عظماء، فبالتالي هذه المراه اللي قدرت انها تربي هؤلاء العظماء هي قادره ان تدير القياده، قادرة أن تكون صاحبة قرار، قادرة أن تكون صاحبة قرارات في أي يعني قرار هي بدها إياه. نعم. المرأة حاليا قدرت أنها توصل لمناصب يعني متميزة مثل قاضي، رئيس بلدية، يعني هي كمان وصلت لمرحلة جيدة. ومعلش اسمحي لي أني أنا يعني بس أنتهز هاي الفرصة وأشكر جلالة الملك وجلالة الملكة، يعني هم أيضا جدا مهتمين بدور المرأة وعم بيوصلوا المرأة وبمكنوها أن تكون خلود إمرأة يعني سياسية. يعني تظن هذه مجرد يعني نقاط الكل بيقولها في كل بلد، بنقول إنه والله دعمونا وإحنا وصلنا وصار في قاضية وفي دكتورة، بس مو هذا الشيء يعني المطلوب واللي فقط يعني المرأة تبغاه، صح ولا لا؟ لا عزيزتي، هي اسمحي لي، هلا عندنا قناعات انه المراه لا يمكن، هي عدم ثقه الرجل في المراه وعدم ثقه صانع القرار بانه امكانيه المراه لم تثبت نفسها جيدا. نعم، يعني هي مواصفات المراه القياديه يجب ان تكون في السيده نفسها، هي من تثبت نفسها، ليس صاحب القرار هو من يشير. يعني احنا هون لم يوجد لحد الان نساء قدرت ان توصل، مثلا انا اتمنى ان تكون المرأة هي التي تشكل حكومة برلمانية،
أتمنى أن مرأة ترشح نفسها لتكون رئيس مجلس نواب أو رئيس مجلس أعيان. نعم. عدم ثقة المرأة بنفسها هي التي جعلت صاحب القرار إنه هو ما يعطيها هاي الفرصة، ولكن العيب مش في صاحب القرار، هو العيب فينا نحن نفسنا. عرفتي سيدتي؟ طيب أنا راح أسألك أكثر عن هذه الجوانب اللي تتعلق بالمرأة وثقتها بنفسها وحتى ثقة النساء بالمرأة المرشحة، لكن خلينا دكتور خلود نشوف هذا التقرير اللي سلط الضوء مشاهدينا على النائبة مريم اللوزي اللي تمكنت من الفوز بالمقعد الأول كأول سيدة إلى مجلس 17 بلا كوتا. نتابع. تمكنت مريم اللوزي المرشحة للانتخابات النيابية في إحدى الدوائر غرب مدينة عمان في الأردن أن تحصل على مقعد نيابي دون الحاجة إلى الكوتا النسائية لتفوز بالمقعد الأول المخصص للدائرة، متقدمة بذلك على جميع المترشحين الذكور. المنافسة كانت شرسة بيني وبين الذكور الموجودين في البداية، يعني زادني التنافس الشديد أنه يعطاني عزم، وأنا أحب الإصرار دائما. أحيانا يعني الإنسان عندما يجابه مشكلة، هاي المشكلة تعطيه تحدي أنه يتغلب على المشكلة، وأنا كنت حاطة ببالي أني أجيب رقم متقدم وأني ما أجيب الكوتا، أني أجيب رقم متنافس. يعني تاريخ اللوزي التربوي والعلمي أمن لها الدعم المعنوي والإداري من قبل محيطها وأفراد عشيرتها التي تحكمها العادات والتقاليد. هم مقتنعين بالرسالة اللي أنا بدي أديها، شو بدي أقدم للتعليم وللمرأة في هذه المنطقة، لذلك هم كانوا واثقين من هاي الرسالة، هم سبقوا جربوا عن أدائي موجود مع مصداقيتي في العمل. أحيانا المرأة تكون تأدي دور أكثر من الرجل في يعني في تجارب معينة وفي حقول معينة، فلذلك الرجل يجب أن لا يكون أناني ويحتكر شيء كل شيء له، فإذا رأى إنه أمرأة يعني تستطيع أن في جانب معين تبدع وتقدم خدمة للمجتمع، اعتقادي إنه يعني عليه إنه يدعمها وعليه إنه يعني يصر على إنه دائما بدنا يكون معها. واستطاعت المرأة الأردنية أن تثبت نفسها بنسبة المترشحات إلى المجلس النيابي هذا العام، حيث وصلت نسبة المترشحات إلى 17%. ولكن الشيء المؤلم إنه العاصمة فيها فقط مقعد واحد أو كوتا واحدة للعاصمة، وهذا تمثيل قليل بالنسبة لعدد النساء الموجودات في العاصمة. ولكن أنا كنت رافض أو كنت أطمح إني ما أفوز على الكوتا، إني أفوز بتنافس، وهذا كان مسعاي وهذا هو التحدي. دكتورة خلود، دكتورة خلود خليني يعني أقول لك إنه إحنا اليوم مو همنا إنه نركز على تجربة يعني الأردنية أو سعودية أو غيره، هي في النهاية مشاركة المرأة السياسية للكويت تجربة، للأردن تجربة، الآن السعودية. خليني أسألك عن المعايير اللي لابد تتوفر في المرأة اللي تدخل المعترك السياسي. شكرا لك عزيزتي، واسمحي لي إني أبارك للست مريم، وهذا يؤكد كلامي بأن العشائر يعني قدرت إنها تطلع سيدة بعكس المفهوم اللي معروف إنه العشائر عدم الثقة، والحمد لله رب العالمين إنه طلع لنا سيدات قياديات. نعم. وبارك لهم جميعا عزيزتي. هلأ زي ما حكيت لك عزيزتي إنه المرأة هي من تثبت نفسها. نعم. يجب على المرأة أول شيء، إحنا حاليا عم بنعمل في ورشات وبيعملوا في تجمعات كيف يمكن المرأة أن تكون مرأة سياسية، تمكينها كيف تصبح اقتصادية وكيف تمكن أنها تكون سياسية. فالمرأة هي يجب أن تكون صاحبة قرار، والمرأة يجب أن تكون قيادية، ويجب أن تعزم على أن تكون امرأة صاحبة قرار بطموح، وأن تكون عندها إرادة عنيدة. إرادة. نعم. عنيدة يعني أن أثبت نفسي. المرأة الصحيح اللي هي يجب أن تثبت نفسها بنفسها، لا تحتاج لتركن على الآخرين، أثبت نفسي بنفسي. نعم. طيب دكتورة خلود قبل التقرير كنت أسألك عن ثقة المرأة في المرأة، وخصوصا إذا وصلت المرأة للانتخابات، يعني هذه التجربة اللي شفناها حتى في الكويت لما صاروا السيدات في البرلمان بعدين كيف تغيرت الأمور. أنت شو رأيك في هذه النقطة؟ هل فعلا المرأة ما تثق في المرأة المنتخبة؟
شكرا لك على هذا السؤال. هلا سيدتي الكريمة، يمكن أنا من خلال تجربتي أنا ترشحت للبرلمان ونزلت على إجماع عشائري، وللأسف إنه أحد الأسباب اللي أنا واجهتها بكل مصداقية، وأرجو إنهم يعجرون أنا أقول من بعض السيدات وليس كل السيدات. نعم. وأنا اسمحي لي إني أحكي بصراحة تامة. أحيانا عدم قناعة الست بالست، يعني بتعتقد إنه الست هاي لا يمكن إنها توصل صوت، وأنا يعني بقول مرات يمكن كمان قناعة إنه الرجل تحمل مسؤولية وأصبح في مراكز قيادية، فبتجهوا الرجال بقولوا لك إنه هذا الرجل استلم إما وزير إما هو صاحب قرار ممكن إنه يفيدنا، وهكذا بتحول المجلس إلى نائب خدمات، فهم بتطلعوا إنه هاي المرأة يعني ممكن إنها ما تقدر مثلا تروح تعمل لنا خدمة، مش ممكن تروح معنا مثلا إذا بدنا خدمة من وزارة أو من مثلا مؤسسة، فبشعروا إنه هذه المرأة ضعيفة. شغلة تانية يعني، واعذروني لهذا الجواب اللي أنا ممكن جدا إنه بعض السيدات أنا معروف إني أنا صريحة، غيرة بعض السيدات إنها توصل سيدة أخرى هاي يعني موجودة بالغريزة، يعني حتى لو كان لفايدتها لمصلحتها. نعم يعني أنا بقول لك شغلة، يعني خلاص سبحان الله في الغريزة المرأة عرفت بغيرتها سواء على زوجها على ابنها على، أنت عارفة وأنت سيدة وبتعرفي يعني دائما المرأة الناجحة لها من يغار منها، وسبحان الله خلاص حتى عن نفسي بتكلم أنا يعني مش عم بحكي عن سيدات أخريات، يمكن مرات عامل الغيرة ممكن يعمل عرفتي، فخلينا يعني إحنا كمان منطقيين إنه فعلا إنه المرأة أحيانا ما بتحب توصل المرأة حتى ما تكون هي أحسن منها في بعض السيدات. نعم هي عموما يعني عامل الثقة، لو أنت كل يوم بتروحي المحل وفجأة جاء محل جديد شوي رح ترددي لأنه عندك ولاء، فمجتمعاتنا العربية تعودت أنه الرجل هو اللي مسيطر هو اللي موجود وحاضر، فشوي يصير في تخوف. نعم. في البداية مع المرأة، لكن أنا ما ببرر. عموما دكتور خلود. نعم. أخيرا خليني بس أسألك عن اختيارك كسفيرة للمنظمة العربية للسلام الدولي، إيش كان دورك فيها باختصار إذا ممكن؟ شكرا لك حبيبتي. هلا انا والله تم اختياري او شخص من الاردن، هي تمت بعد ما قروا عن نشاطاتي وهم صدقا ما بيعرفوني، والحمد لله هاي ثقه كبيره انا اعتز فيها انه انا اخترت لامثل منظمه عربيه للسلام الدولي، وهذا شيء انا بحبه، فوجدوا عندي انه هذا النشاطات اللي انا بعملها الانسانيه واللي ونشر السلام واكتب عن السلام، فالحمد لله رب العالمين من خلال هذه النشاطات. نعم. هم بحثوا عني وطلبوا اني اكون معهم. نعم شكرا لسفيره المنظمه يعني العربيه. انا كمان يعني نعم اتفضلي باختصار. فان شاء الله حبيبتي. وأنا كمان يعني بدي أحكي لك إنه المرأة العربية بشكل عام سواء كانت أردنية سعودية كويتية أقول لها كل الاحترام، لأنه بصراحة وصلت المرأة العربية أن تكون امرأة متميزة، وأنا صراحة أقف لهذه المرأة العظيمة العربية بكل الاحترام وأرفع لها القبعة. نعم. لأنها فعلا أثبتت أنها امرأة قيادية وتستحق كل الاحترام. شكرا جزيلا لسفيرة المنظمة العربية للسلام الدولي الدكتورة خلود أبو طالب، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل قصير ومواصلين معكم سيرتي، خليكم معنا. اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل؟ قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكاية واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. في سيدتي بعد الفاصل في فقرة الديكور النباتات فوائد جمالية وصحية. أهلا بكم من جديد من الفقرات الثابتة في برنامج سيدتي، فقرة الديكور، وفيها اليوم سنتعرف على كيفية استخدام النباتات للزينة داخل المنزل والاستفادة من فوائدها. نتابع. We'll be right back.
وسهلا فيكم في حلقة اليوم من فقرة الديكور. اليوم رح نحكي عن النباتات المنزلية اللي بتعرف بنباتات الزينة. هاي النباتات مهمة كتير بالبيت لأنها بتلطف الجو، بتنقي الهواء، وبتلعب دور أساسي في جمالية المنزل، لأنه ممكن تستخدم كعنصر كقطعة ديكور رئيسية، كما يمكن أن تستخدم كقطعة إكسسوار. إذا أردنا أن نستخدمها اعتبرناها قطعة مفروشات رئيسية، فهي قطعة مفروشات حية. الفرق بهاي الحالة أنه هي بتكبر، بتنمو، بتتنفس وبتزهف، فلازم نعملها معاملة خاصة كأنه كائن حي موجود بالبيت. تتطلب رعاية كتير من حيث الاهتمام بالإضاءة، الاهتمام بكمية الرطوبة الموجودة بالمنزل، الاهتمام ومراقبة حالة العوامل الأخرى في المنزل كالجفاف، ممكن يجب تسميدها من فترة لفترة. فاليوم رح نحكي عن النباتات المنزلية بشكل موسع. طبعا هي عالم كبير ما رح نقدر نغطيها بحلقة واحدة، بس رح نحاول نحكي عن أكبر قدر ممكن من النباتات المنزلية اللي هي أغلبها رح يكون نباتات شائعة موجودة بحياتنا، موجودة بمنازلنا، وما بنعرف أدق التفاصيل عنها من حيث كيفية الاهتمام فيها أو متطلباتها من يعني متطلباتها من سماد، من ماء، من وغيرها من العوامل. اليوم رح نحكي عن نباتات الزينة اللي يمكن استخدامها في مداخل المنازل. مدخل المنزل مثل ما هو معروف هو بيعكس شخصية أصحاب المنزل وذوقهم ومدى اهتمامهم بالتفاصيل. لهيك لازم نهتم بالنباتات المنزلية الموجودة أو نباتات الزينة الموجودة في المدخل. هناك في كتير أنواع يعني ممكن نحطها بمدخل المنزل، يجب أن لا تعيق الحركة، بيكون سهل الاعتناء فيها، ما بتحتاج لإضاءة كبيرة، لأنه بأغلب مداخل المنازل بتكون معتمة أو بيكون فيها إضاءة خافتة جداً. ممكن نتعرف على بعض أنواع النباتات اللي بنستخدمها بمداخل المنازل. في عنا نبات الهيديريا. نبات الهيديريا هو من النباتات المتسلقة، ورقته بتشبه ورقة العنب بس هي أصغر بشوي. هاي النبتة ما بتحتاج لضوء كتير، يعني ممكن أنها تنمو بالمناطق المعتمة، وبتحتاج للسقاية مرة تقريبا أسبوعيا مش أكثر. المهم أنه تكون نسقية بشكل دوري وأنه ما نهملها أبدا، ولحتى تعطينا النتيجة المطلوبة منها. بننتقل للنوع الثاني من النباتات اللي يمكن استخدامها في مداخل المنازل، وهي نبتة الأوركيد. نبتة الأوركيد بيسموها السهل الممتنع. هاي النبتة كتير حلوة، نبتة مزهرة، كتير نباتات ستات المنازل كتير بحبوها. المشكلة فيها أنه هي ما بتعمر كتير. هاي النبتة بتضل من أسبوع ل 15 يوم. ممكن نلاحظ أنه سيقان أنه النبتة صحية أو لا، بنتعرف على الأوركيد أنه هاي صحية ولا لا، نطلع على السيقان اللي لازم تكون لونها أبيض مائل إلى الخضار الفاتح. لازم دائما نحطها بأواني من الفخار، لأن الأوركيد بتحتاج لأنه تكون متشبعة بالماء. الأنية اللي بنحطها فيها طبعا هلأ مو حطينا بأنية فخار لأنه هاي للزينة، ممكن نحطها بأنية فخار، بنحطها على تري بحيث أنه بتطلع المي الزايد عن حاجتها. تحتاج نبتة الأوركيد لرعاية واهتمام كتير، ممكن تقليب تربتها من وقت إلى آخر، ممكن نضيف معها كمان الأحجار الصخرية أو الأحجار الكالسيوم اللي بتكون بتعملها منظر حلو وبتبين كأنه هي تحفة فنية. تقرير جميل ومفيد، يعني حمسني شوية أن أروح البيت دحين وأحط لي زرعة، بس للأسف أنا مؤمنة بأنها زي الطبخ شوية تحتاج نفس للزراعة. عموما من مواضيع الديكور مشاهدينا للمواضيع الاجتماعية نعود، والموضوع يهتم الرجل أو يتهم عفوا الرجل أو يتهم الرجل زوجته بالإسراف، بينما تتهم المرأة زوجها أحيانا بالبخل. أما أسباب هذه الاتهامات فهي محور فقرتنا التالية مع الزميلة خلود من الرياض. شكرا ميسا. تعددت أسباب هذه الاتهامات، ولكن سؤال وجيه أكثر من غيره يتم تداوله: هل خوف المرأة من ارتباط زوجها بمرأة أخرى هو الدافع وراء هدرها لأمواله؟ لنتعرف على هذا في التقرير هذا التالي، ثم نعود إليكم.
أموال الزوج قد يكون طباعا من طباع المرأة، وقد يكون انتقام، فالمرأة متهمة دوما بالإسراف وهي تتهم الرجل بالبخل. أما اتهام المرأة بالإسراف لمنع الزوج من زواجه بثانية هو ما كان غير متوقع. كاميرا سيدتي سألت النساء في المجتمع السعودي عن رأيهم بالاتهام وردهم عليه. كل واحدة تختلف عن الثانية، يعني في منهم من يفكر هالتفكير ويعني وممكن ينفذونه بعد، بس أنا ما أيد هالفكرة نهائي. أيوة في يعني كلهم في بعض الحريم تفكيرهم كذا، يعني إنه أنا لو أخذت كل فلوسه خلاص إنه ما راح يتزوج مرة ثانية، ما عنده إمكانية إنه هو يتزوج. يعني هو الرجال هذا اللي قال الكلمة هذه هو بالذات هو اللي راح يتزوج لأنه مستحيل إذا كان حط الفكرة هذه في باله ما راح شيء يمنع. لكن مسألة إنه أخذ فلوس ما أخذ فلوس لا، ما أنا ما الفكرة هذه ما اقتنعت فيها. مرحبا أعزائي المشاهدين مرة أخرى، نرحب بالدكتور مسفر بن جبريل بن جبران آسفة الرفعة. نورتنا دكتور، حياكم الله. يا أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذه المواضيع الهامة التي تمس حياة الأسرة في المجتمع. يعطيك العافية دكتور، تسلمنا. طبعا احنا شفنا التقرير وشفت أنت اليوم موضوع، إيش رأيك؟ نعم. وتعليقك؟ الموضوع رائع، وخصوصا أنه يتكلم عن حديث الساعة، وهذا الموضوع دائما متكرر بتكرر الموضات والموديلات واحتياجات الأسرة والمجتمع في مدى احتياجهم ومدى رغباتهم في التجديد والحاجات والأشياء المغريات التي تجعل المرأة تخرج لتأخذ بعض الاحتياجات. طيب بعض ما تراه احنا ايوه سمعنا التقرير. نعم. وشفنا انه يوم سألنا السيدات قلنا ان فعلا المرأة المسرفة او ان فعلا المرأة انها بتصرف فلوسها على اساس انها خوف انها لا زوجها بيتزوج ثانية او زي كذا، فانت شفت في بعضهم تعليقاتهم اللي علقوا اللي قالوا لا هذه فكرة كوميدية وضحكت، واللي قالت لا الرجل اللي قال كذا عشان هو اصلا ناوي على الزواج، واللي قالت لا ما في هذا الموضوع. فأنت إيش رأيك بأن يعني هل فعلا أن المرأة مسرفة؟ الحقيقة أنه المرأة لا نستطيع بشكل عام أن نقول أنها مسرفة، أيضا بالمقابل لا نستطيع أيضا أن نقول أنها غير مسرفة، وهذه عوامل تخضع لاعتبارات اجتماعية واعتبارات خاصة بالأسرة. والمرأة عندما نقول إنها مسرفة لابد أيضا أن نضع أولا تعريف ومصطلح محدد للإسراف، متى نقول أنها مسرفة. طب أنت بوجهة نظرك إيش الإسراف؟ إيش شخصية المسرف عامة كيف بتكون؟ يعني المسرف بشكل عام دائما يأخذ أشياء ويشتري أشياء وينفق في غير محله بدرجة يعني كبيرة، مثلا يعطي أكثر مما هو مطلوب، يشتري أكثر مما هو مطلوب، لا يربط حاجاته بما لديه من 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 رصيد أو مبالغ، ولذلك دائما تجده ليس لديه الأشياء أو المكتسبات الثابتة. أيوة. ولذلك تمر عليه سنوات كثيرة وهو لم يستطيع أن يؤسس الأشياء الهامة له ولبيته، وهذا يربطنا بقضية الإنفاق أكثر مما يحتاج. طب دكتور معلي دكتور مسفر، نشوف الحين شفنا أول آراء السيدات. نعم. نبغى نشوف الحين آراء الرجال. نعم تفضل. ونرجع نستكمل حديثنا. أوكي. نعم. نشوف آراء الحين، نشوف الاستطلاع هذا أعزائي المشاهدين ثم نعود إليكم. أشوفه من وجهة نظري جدا كلام فاضي. والله ما أشوف عائب، الرجال لو يبغى يتزوج بيتزوج سواء عنده فلوس أو ما عنده، حتى لو اضطر يتسلف يعني ويتزوج راح يتزوج. شوف الرجال مو بعائق لأنه المال، موضوع المال. إيه لو يبغى يتزوج أبدا، يعني حتى لو يصرف عليها
زوجته اللي كل اللي تبي ممكن يتزوج أحد ثاني، ما في شيء يمنع الشيء هذا. ما أتوقع أن هذه أصلاً طريقة يعني فعالة على أساس توقف الرجال من الزواج. يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين. شفنا دكتور حين أراء الرجال في نفس السؤال سألنا للسيدات، فكلهم شفت إيش أجمعوا. يعني أنت سمعت في التقرير أنه قالوا لا، يعني الرجل إذا يبغى يتزوج بيتزوج حتى لو إن شاء الله يستلف. أوكي نعم. فأنت إيش تعليقك يعني أنه هل هذا فعلا الاتهام اللي تهمت فيه المرأة أنه مبرر، أنه أو مبرر لخوفها عشان زوجها ما يتزوج أخرى؟ لا، الحقيقة أنا في تصوري، خاصة بعد ما سمعنا آراء الرجال، نعم في تصوري أن الرجل إذا أراد أن يتزوج فسيتزوج سواء كانت المرأة مسرفة أم غير مسرفة. وقد يكون الإسراف المرأة سببا في الزواج، في الزواج من أخرى. نعم الزواج من أخرى. باعتبار أن الرجل عندما يلاحظ إسرافة وكذا هناك من الأشخاص. طب ليش تكون المرأة مسرفة؟ أنت بوجهة نظرك ليش تكون المرأة مسرفة؟ ليش يعني تكون الزوجة عامة إذا كان متوفر لها كل شيء بس تكون مسرفة؟ ليش؟ هناك عوامل كثيرة تدخل في هذا الجانب. أهمها أن المرأة أيضا قد تكون بطبيعتها تحب التجديد والتغيير والابتكار والتطوير والتحسين، خصوصا في مملكتها في بيتها. مما يجعل الرجل خصوصا إذا لم يكن بالمستوى الثقافي العالي يتصور أن هذه المرأة في تصرفاتها لها نوايا أو كذا. أيوه. خصوصا إذا كان لا يسايرها في التجديد أو التطوير أو التغيير أو التحسين بشكل مستمر. طب هذا يأثر على حياتهم الزوجية وما يأثر؟ يخضع لمدى علاقة وارتباط المرأة بالرجل، أيضا يخضع للحياة الأسرية داخل المنزل، يخضع لعلاقات سابقة أو ترسبات سابقة بين المرأة والرجل، أو أنه كان فيه أسباب يعني دخلت المنزل إما مثلا عن طريق زميلاتها في العمل أو أهلها أو أخواتها، تجعلها تحفزها خصوصا إذا كانت تستمع وتنفذ ما يملى عليها من أطراف أخرى. طيب دكتور، زي ما سمعنا إحنا الحين في التقرير إنه الرجال بيقولون، في بعضهم قالوا كمان إنه يعني في سيدات طبعها كذا تحب تصرف أو تعمل، أنت في وجهة نظرك ممكن الرجل اللي بيلقب المرأة باللقب هذا يكون هو بخيل من طبعه عشان كذا بيلقب المرأة إنها مسرفة؟ هي المسألة تحتاج إلى يعني دراسة أكثر، بحكم أن متى ما نستطيع أن نقول الرجل بخيل وحد البخل هذا أو يعني توجهاته لأن يقال عنه بخيل. لكن الرجل بطبيعته لديه كثير من الاعتبارات، بحكم أنه يستطيع أن يوفر المال ويوجهها في التوجيه الصحيح دون إسراف وتبذير. فما نستطيع أن نحكم على الرجل أنه بخيل أو نستطيع أن نحكم عليه كريم إلا من خلال تعاملنا معه، ومن خلال اتصالنا به، ومن خلال متابعته ووسائل الإنفاق وطرقها يعني كيف يمكن أنه يوجه المال بالتوجيه الصحيح، حتى ما نفرض عليه أنه نقول أنه بخيل. طيب دكتور مسفر، عشان سامحنا ضيق الوقت، لكن نبغى رأيك الأخير لحياة زوجية تكون متكاملة ومتفقين، لا فيها بخل ولا فيها إسراف، في كلمتين باختصار. المرأة عندما تكون تستوعب زوجها وأيضا الرجل يستوعب امرأته ويكون هناك تناغم بينهم واحترام وتقدير مبني على أساس مستقبل، مبني على أساس بناء بيت، مبني على أساس مستقبل أطفال، مبني على أساس أنه هذه الأسرة يجب أن يعني تتجه وتسير في المسار الصحيح، فتكون هناك تنازلات كثيرة سواء من الرجل أو
من المرأة. طيب يعطيك العافية، وإحنا نشكر معنا الدكتور مسفر بن جبران الرفعة على استضافة اليوم على آراء الجميلة هذه ونصائح الجميلة، يعطيك العافية. والآن سيداتي مشاهدات، إحنا نعطيكم النصيحة الأخيرة، يا سيدتي لا تصرفين، الرجل إذا أراد أن يتزوج تزوج، فالإسراف ليس حل. كيف؟ شكرا، يعطيكم العافية. والآن ننتقل إلى فاصل ثم نستكمل بقية حلقاتنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وجولة على صفحات سيدتي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا الآن في القسم الأخير لصفحات التواصل الاجتماعي. البداية مع تويتر، واخترنا لكم منه الهاشتاج بعنوان جد أرخص 7 مدينة عالميا. طبعا الهاشتاج جاء تفاعلا مع تقرير الإيكونوميست لتكلفة المعيشة حول العالم في العام 2013، أكيد هو يعني يرصد السنة السابقة مو سنة 2013. عموما غردت يوميات زرعة، أنا ما أدري من فين تجيبوا هذه الإحصائيات الكذابة، إذا من دحين أبوي يعلمني أقتصد، لكن أو لأني بأسكن في جدة. غانم الغامدي غرد بالتأكيد رخيصة لدرجة أنه بضع قطرات من المطر يمكن أن تغرقها وتتسبب بكارثة. إلى موقع يوتيوب مشاهدينا ننتقل، واخترنا لكم منه مقطع بعنوان شوف الشغالة فين حطت الفلوس. هذا المقطع تم رفعه على موقع يوتيوب قبل يومين، مجرد يومين ووصلت نسبة المشاهدة أو تخطت 1,000,000. نتابع. هذه الشنطة اللي شغلتنا اللي سافرت قبل كم يوم، فيها كنز. هذه كنز طبعا، بدلنا شنطها قبل ما تروح، فكانت تبكي على الشنطة هذه بالذات. وحنا بدلناها مو من يعني بدلناها لأن فقدنا فلوس كثير فشكينا فيها. طبعا كانت تحط الفلوس هنا في الشنطة، شوف افتح يعني ممكن ما يكون واضح، بس هنا شوف شوف هذه شوف وين المدخل، هذا المدخل اللي كانت تحط منها الفلوس شكل من فوق. شوفوا الفلوس هذه كم؟ باقي 500. هذا 500. 5 السؤال ليش ما ودوه للشرطة أو للأمن؟ عموماً من صفحة سيدتي ليتا على الفيسبوك، اخترنا لكم مشاهدين أصغر عبقري طفل إيراني، إذ منحت جمعية منسى الدولية لقب أصغر طفل عبقري في أنحاء العالم للطفل الإيراني شروين سرابي البالغ من العمر 3 سنوات. الطفل استطاع مشاهدين عد الأرقام حتى رقم 200، وكمان اتذكر أو قدر يذكر أسماء كل دول العالم، كما بدأ بالتحدث في الشهر العاشر وتمكن من ذكر أسماء أعضاء الجسد وكواكب المجموعة الشمسية. ما شاء الله. الآن مشاهدين خلينا نروح لزميلاتي في بيروت في برنامج ببيروت. مساء الخير ساشا.
يسعد لي مساكي ميسا، شو هالخبر الحلو، يعني شيء غريب. معجزة. عبقري فعلا ما شاء الله. ميسا طبعا نحن اليوم كمان منطلع على المشاهدين بلقاء جديد ومواضيع مختلفة مثل ما دايما تعودوا عليها. أنا بحييك وبحيي فريق عمل برنامج سيدتي، هالبرنامج اللي بيطلنا نحن وبيهتم بكل الأخبار اللي بتهمنا. كمان عنا ببيروت بعض المواضيع منبتديها اليوم بتأثير اليوغا على نضارة البشرة وصحتها، يعني بهم كل السيدات اللي عم بيتابعونا اليوم. وأيضا في عنا محطة مع الفن التشكيلي وضيف طبعا رح هيك يفيدنا برسمة مباشرة من سوق الذهب لنشوف شو رح توحي له بيروت. من محطة الفن التشكيلي ميسا منتقل لليوم الاختصاصي بالعمل الاجتماعي بلبنان اللي يصادف واحد شباط، رح نتطرق لهالموضوع مع نادية بدران عن أهمية العمل الاجتماعي ونفهمه بشكل أوضح. وأيضا مرجع منتقل لفيلم جديد بعنوان إنديبندنت عفوا، كمان مع ضيوف معنا بالستوديو. وطبعا كمان في عنا الكثير من الفقرات وآخرها بيكون مع بوتيك أو مركز أو محل لأربع سيدات. بيضم هالمكان تصاميم للقبعات، أكسسوارات منزلية، تصاميم بتخص التيب وغيرها من الأخبار المحلية والعالمية. يعني هيدي هي محطات لليوم من ببيروت. ميسا أنا بدي أتمنى لك بقية أمسية هادية ومنورة ومشرقة، وبقول لك يعطيك ألف عافية، وبندعي كل المشاهدين يتابعونا بعد دقائق قليلة على الهواء. أكيد شكرا ساشا، وكمان يعني يعطيكم العافية على هذا المجهود من الفقرات. شكرا يعطيك العافية. مشاهدينا الآن وصلنا لختام حلقتنا اليوم من سيدتي، إلى اللقاء. Total Repair 5 من L'Oréal Paris بيعالج العلامات الخمسة للشعر التالف. 7 Up شكل جديد نفس الطعم الرائع.